بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لنزول التحالف فعاليات محمد محمود، لا ينكر أي جاحد أن التيار الإسلامي كان موجود وجودا حقيقيا وفعليا في أحداث محمد محمود. الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل كان داعى لمليونية المطلب الواحد، عودوا إلى سكناتكم. الجبهة السلفية كانت موجودة، التيار الإسلامي العام كان موجود، فالتيار الإسلامي كان موجود في أحداث محمد محمود. محاولة إقصاء التيار الإسلامي عن محمد محمود وقصره على طارات أخرى هذا غير صحيح، والكل شاهد ذلك. والتيار الإسلامي فقد مصابين وفقد شهداء ولو مصابين في أحداث محمد محمود، والتحالف دعا إلى نزول في أحداث محمد محمود، لكن لن ننزل إلى محمد محمود ولن ننزل إلى ميدان التحرير، ولنا أماكن أخرى سنعلن عنها في وقتها إن شاء الله، وسنرفع فيها صور الشهداء وسنكرم كل الشهداء الذين سقطوا منذ 25 يناير حتى الآن. التحالف الوطني لدعم الشرعية كان حريص أن يكون هذا اليوم يوم وطني بلون علم مصر تشارك فيه كل القوى الوطنية، لكن يبدو أن التنسيق ما نجحش لصدور بعض البيانات اللي ضد التيار الإسلامي، وبالتالي التحالف حدد أماكن بعيدة عن التحرير وشارع محمد محمود حتى لا يحدث أي احتكاك لا مع القوى الثورية القوى الموجودة في الميدان ولا مع قوات الأمن، وحرصا على الدم المصري الغالي الذي أكدنا عليه في هذه الوثيقة.